الإخوان الأخوات أول حاجة طلبوا من الصحة الإخوان هادوك اللي تما طلبوا من الصحة اليوم هو عندنا نسمعوا الصوت ديالنا الحكومة المشؤومة بكل حماس باقي لنا واحد نص ساعة مع بعضنا ندوزوها بواحد الحماس باش الصوت ديالنا يوصل. كما هو معروف اننا عيد الشوفه هو عيد ديال العمال في العالم كله وكنحتفلوا به كذلك يعني خاصه في هنا حنا في المغرب وكاينين يعني بزاف ديال المطالب بين ارتفاع الاسعار اللي كيعانوا اللي كنعانيوا منها بشكل يعني في هذه الايام هذه ولا هذه الاشهر هذه اللي دازت. نتمنى ان شاء الله تنخفض الاسعار قريبا ونتمنى التصفيه ديال جميع الملفات ديال العمال قريبا ان شاء الله. شكرا. عدنا المعيز عضو ديال الكتابه الاقليميه الاتحاد الوطني للشغل المغرب بمدينه طنجه. احنا اليوم من اجل الاحتفال حقيقه بعيد الشغل ولكن مع الاسف هذا الاحتفال يعني ممزوج بمراره ديال ارتفاع الاسعار وانخفاض القدره الشرائيه للمواطن وخصوصا ديال الشغيله المغربيه. فلهذا اليوم يعني ربما المطالب اللي كانت ديال الحقوق ديال القوانين المشحفه ديال عدم تنزيل القانون ديال الحقره ديال الاقصاء ربما رجعت الى مرتبه ثانيه الى ما بعد المطلب الاولي اللي هو رفع الفقر والهشاشه والاقصاء التي تعاني منه الشغيله المغربيه بحكم انه يعني هذا التضخم الذي اصبح يطال المواطن المغربي وربما جزء منه لعدم مواكبه هذا التضخم باجراءات حكوميه من اجل تخفيف المعاناه على المواطن. لهذا اليوم الصوت ديالنا هو صوت ديال المعاناة، صوت ديال الشغيلة المغربية التي تعاني من ارتفاع الأسعار، لهذا نطالب التدخل العاجل ديال الحكومة وفق يعني الإجراءات اللي كيسمح لها بها القانون والميزانية من أجل يعني رفع المعاناة على المواطن المغربي وعلى الشغيلة المغربية.